نفرح ان شاء الله النهارده يا رب. وعندنا امبارح كان برضو عندنا فرحه جامده جدا، فرحه فوز الفريق الاول لكره اليد سيدات بالنادي الاهلي على نادي الجزيره بنتيجه 32-19 ضمن منافسات بطوله الدوري. المباراه اتلعبت على صاله الامير عبد الله الفيصل بالجزيره، وقدم الاهلي عرض قوي وسيطر على المباراه بفضل خبره لاعبات الفريق وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني بقياده محمد عادل. وبيستعد الفريق الفتره الجايه لمواجهه نظيره فريق الترسانه يوم الجمعه الجايه ان شاء الله في بطوله الدوري. نتمنى لهم دايما التوفيق. اكيد. نروح بقى للاخبار العالميه، وعندنا مهاجم البلجيكي روميو لوكاكاو اللي طلب من الاتحاد البلجيكي لكره القدم تولي النجم الفرنسي المعتزل تيري هنري تدريب منتخب بلجيكا بعد